السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي الطلاب في ثانوية المناهج في المحاضرة رقم 3 في منهج الكيمياء 4 الوحدة الرابعة الأكسدة والاختزال. احنا أخذنا في المحاضرة السابقة أو في الحصة السابقة ما يلي: رقم 1 التعرف على مفهوم الأكسدة والاختزال، وعرفنا ما هو الفرق بين الأكسدة والاختزال. التعرف على مفهوم العامل المؤكسد والعامل المختزل، كيفية تحديد أعداد التأكسد للعناصر المختلفة. يعني على سبيل المثال احنا شوف التفاعل التالي. التفاعل التالي طبعا بضع قطع من الخرسين في محلول الكبريتات زي ما شفناه من قبل. بنلاحظ ان فيه تغير في لون محلول كبريتات النحاس وفي تفاعل بيحصل. التفاعل ده بسميه تفاعل اكسده واختزال، على اساس ان الخرسين بيطرد النحاس في محلول كبريتات النحاس. شوف اتغير لون النحاس الكبريتات النحاس ازاي، ويتغير لون الخرسين. تمام، يبقى اذا دي المعادلة أمامك. سي أس أو فور بيتأين إلى سي يو موجب 2 زد أس أو فور سالب 2. هنا حصل عمليتين. العملية الأولى زد إن تحول إلى زد إن موجب 2 زد 2 إي وبسميها أكسدة. سي يو موجب 2 اكتسب 2 إلكترون بسميها عملية اختزال. وبالتالي عملية الاختزال ده يبقى سي يو موجب 2 ده عامل مؤكسد وزد إن ده عامل إيه؟ مختزل. درسنا النهاردة بنتعرف على كيفية وزن معادلات الأكسدة والاختزال. كيفية وزن معادلات الأكسدة والاختزال. أهداف درسنا النهاردة التعرف على طرق وزن معادلات الأكسدة والاختزال، كيفية وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة عدد التأكسد، كيفية وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة الأيونية الكلية. طبعا دي من الدروس الهامة، فأرجو الانتباه لها بقدر الإمكان يعني. طيب احنا لو أخذنا تدريب قبلي على الحصة السابقة، بيقول لك احسب عدد التأكسد للعناصر اللي تحتها خط في المركبات التالية. بمعنى هو هنا طالب عنصر الايه؟ الكلور، عنصر الكلور. فاحنا بنتعامل معها معاملة معادلة عادية خالص. طالما المركب الشحنة الكلية المركب بتساوي صفر أو ليست موجودة، فاحنا بنقول هنا إن إيه دي بموجب واحد، موجب واحد زائد السي إل مجهولة زائد نفتح قوس. هنا الأكسجين إحنا أخدنا إن هو بسالب اتنين، سالب اتنين في أربعة يبقى بسالب تمانية، وبنقفل الإيه القوس وبنسويها بالصفر في الحالة دي. معادلة صفرية عادي خالص. في الحالة دي بطلع المجهول اللي هو سي ال، يبقى عندي موجب واحد وسالب تمانية يبقى سالب سبعة. تمام، يعني سي ال سالب سبعة يساوي صفر. هتنتقل للطرف الثاني، السالب سبعة هتنتقل للطرف الثاني، يبقى في النهاية ديت ان سي ال بيساوي موجب سبعة. دي طريقة حساب عدد التأكسد للعناصر اللي تحتها خط لما بيكون الشحنة الكلية للمركب بتساوي صفر، يبقى بسويها بالصفر. طيب المثال الآخر لما بيكون الأيون بيحمل شحنة، يبقى في الحالة دي هستبدل الصفر بسالب اتنين. هو هنا طبعا ايه محتاج الكروم، فبنقول له هنا السي ار مجهولة زائد الاوب كان بسالب اتنين، سالب اتنين في اربعة هنقول له بسالب تمانية. هنا هنسويها بكام؟ بسالب اتنين، هنسويها بسالب اتنين. تمام، هينتقل السالب تمانية للطرف التاني بموجب تمانية عشان يعطينا السي ار يساوي موجب ستة. ودي طبعا يعني واضحة ما فيهاش أي مشكلة. ده اللي أخدناه في الحصة السابقة اللي هي كيفية تحديد عدد التأكسد بمعلومية إزاي إن أنا أحسب
او عندنا مجموعه من القواعد وازاي بنحسب بيها. الامور بسيطه خالص ما فيهاش اي مشكله. يبقى في الحاله ان انا معادله صفريه او مجموع الشحنات للمركب يساوي الصفر، او في الحاله الثانيه لما بيكون الشحنه الكليه للمركب او الايون بسالب 2 بيساوي بسالب 2، ودي امور بسيطه ما فيهاش اي مشكله. النهارده ان شاء الله بناخد طريقه او طرق وزن معادلات الاكسده والاختزال. احنا عندنا كم طريقه من طرق وزن معادلات الاكسده والاختزال؟ يبقى احنا خدنا العامل والعمليه، ونشوف النهارده طرق وزن معادلات. اول طريقه وهو طريقه عدد التاكسد، طريقه ايونيه كليه، والطريقه الايونيه الكليه بتعتمد على عدد التاكسد، يبقى لازم نفهم دي كويس جدا. طريقه نصف التفاعل بتعتمد على الايونيه الكليه وطريقة عدد التأكسد، تمام؟ يبقى احنا تاني عندنا ثلاث طرق من طرق وزن معادلات الأكسدة والإيه؟ والاختزال، تمام. عندي مجموعة من الخطوات لازم إيه نتبعها ولازم نلتزم بها بقدر الإمكان يعني. أول خطوة من الخطوات طريقة إيه عدد التأكسد، أول شيء إن أنا بحسب عدد التأكسد لجميع عناصر في المعادلة. أنا لازم أحسب عدد التأكسد لجميع العناصر بالطريقة اللي احنا شفناها قبل، واشوف مين اللي حصل له اكسدة واختزال. يعني بنحدد الاكسدة والاختزال، نحدد التغير في عدد التأكسد، ماشي؟ يعني التغير بمقدار كام؟ موجب 2 سالب 2 سالب 3 موجب 2 وهكذا. وبأوزن المعادلة بالطريقة التقليدية العادية خالص، بأوزن المعادلة بالطريقة التقليدية اللي هي احنا اخدناها في اولى ثانوي، اخدناها في اولى ثانوي، تمام. بيديني مثال بيقول لي استخدم او استعمل طريقة عدد التأكسد في وزن المعادلة التالية، واعطيني اس ان سي ال 4 زد اف اي، هيعطيني اس ان سي ال 2 زد اف اي سي ال 3. هنا الاس ان طبعا لازم ابحث عن عناصر معينة واتتبع ماذا حصل. ايه اللي حصل دلوقتي؟ القصدير اس ان الكلور سالب 1 في 4 في سالب 4، يبقى ده موجب 4. الكلور سالب 1 في 2 بسالب 2 وده موجب 2، يبقى الاس ان اتحول موجب 4 الى موجب 2، يبقى اس ان اختزل من موجب 4 الى موجب 2 بمقدار سالب 2. الحديد اف اي الشحنه الكليه ليه بصفر، اتحول الى كام؟ هنا الكلور سالب 1 في 3 في سالب 3، يبقى الاف اي موجب 3، يبقى الحديد اتحول من صفر الى موجب 3، يبقى تاكسد، يبقى ده موجب 2 وموجب 3. طيب اعمل عملية ضبط المعاملات ازاي؟ ان انا احول الاثنين والتلاتة الى ستة، ان انا ايه اضرب الاس ان في تلاتة لان هو اتنين احوله ستة، واضرب الاف اي في اتنين يعني احوله لستة، يبقى موجب اتنين في تلاتة موجب ستة، او سالب اتنين في تلاتة بسالب ستة، وموجب 3 في 2 بموجب 6. مش مشكلة الموجب والسالب لأنها بتعبر عن الفخض والإيه والاكتساب، ولكن أتكلم على المعامل اللي هو رقم 6. وهبدأ في ضرب كل اس ان في 3 وكل اف اي في 2 في المعادلة كلها، زي ما أنت شايف اللي هي الألوان المختلفة عن الأسود دي. بمعنى الاس ان هضربه في 3، 3 اس ان، الاف اي أضربه في 2 اف اي 2، وبعد كده نشوف المعادلة هل هي موزونة بطريقة أولى ثانوي ولا لأ، اللي هي بتطبق قانون حفظ الكتلة بحيث إن عدد الذرات اللي طالعة بيساوي عدد الذرات اللي إيه اللي خارجة أو الناتجة. طيب اس ان الاس ان كام؟ بتلاتة، هنا الاس ان بتلاتة، تمام. الكلور 4 في 3 ب 12، هنا 3 في 2 ب 6، هنا 2 في 3 ب 6 موزونة، هنا 2 اف اي، هنا 2 اف اي، يبقى اذا دي المعادلة موزونة تماما. يبقى اذا استخدمت الايه الاكسدة والاختزال وبمقدار كام؟ ضربت في المعاملات، يعني القصدير اتحول موجب 4 الى موجب 2، يعني ما هو الرقم اللي لو جمعته على موجب 4 بيتحول لموجب 2، بقول ان هو سالب 2. طب الرقم اللي اضيفه الى الصفر يدينا موجب 3، يبقى موجب 3، يبقى هنا سالب 2 وموجب 3. اضرب سالب 2 في 3 يديني سالب 6، وموجب 3 في 2 يديني موجب 6. يبقى اذا بنضرب معامل نضرب اس ان في 3
وبنضرب اف اي في ايه؟ في 2، عشان المعادلة النهائية اي اس ان هضربها في 3 ماشي، واي اف اي بضربها في ايه؟ في 2، عشان تديني معادلة موزونة كليا. ودي طريقة سهلة وبسيطة بنعتمد عليها في او بنستند اليها في المحاضرة في الطريقة القادمة ان شاء الله. الطريقة رقم 2 وهي طريقة الايونية الكلية. طريقة الايونية الكلية خلي بالك ان انا لازم برضو اعتمد على الطريقة السابقة، طريقة عدد الايه؟ التأكسد. اول شيء ده انا بحسب عدد التأكسد لجميع عناصر في المعادلة، دي عملية سهلة وبسيطة زي ما اخدناها في الايه؟ في الشريحة السابقة. بعد كده بحدد الأكسدة والاختزال، مين اللي حصل له أكسدة واختزال، طيب اتغير بمقدار كام، وبعمل عملية ضبط المعاملات. انت هتلاحظ ان الثلاث خطوات دول هما نفس الخطوات السابقة، نفس الخطوات السابقة في طريقة وزن المعادلة. الجديد عندنا ان انا بعمل وزن لذرات الأكسجين بإضافة H2O، بإضافة H2O في الطرف المقابل، ثم اوزن ذرات الهيدروجين. انك انت لما بتضيف H2O في طرف فبيحدث خلل لذرات الهيدروجين، فبضطر ان اوزن ذرات الهيدروجين في الطرف الاخر. يبقى تاني ثلاث خطوات بنفس طريقة عدد التأكسد، ثم اوزن الاكسجين بإضافة مية، ثم اوزن الهيدروجين في الطرف المقابل ماشي، عشان يبقى اذا وزنت الـ O والـ H، لان هما مش هيكونوا داخلين معانا في كيفية إحساب إيه عدد الإيه التكسر. يلا نشوف. تمام. يقول لك استعمل طريقة الأيونية الكلية في وزن المعادلة التالية. المعادلة اللي أنت شايفها دي معادلة أيونية. ماشي؟ يعني بيجي لك أدي سالب وأدي سالب وسالب، يبقى إذا كلها أيونان. طيب، ابعد الـ O، يعني الـ O مش هنتتبعه. هنتبع مين؟ الكلور Cl. الكلور Cl. السي ال تحول من ده الاو سالب 4، هتروح الطرف الثاني موجب 4، موجب 4 لسالب 1 يبقى ايه؟ يبقى موجب موجب الاو بسالب 2، سالب 2 في 4 بسالب 8، هتروح الطرف الثاني بموجب بسالب 8، بموجب 8، موجب 8 سالب 1 يبقى موجب 7، يبقى الكلور ده موجب 7. تمام. يتحول لكام؟ لسالب 1. يبقى الكلور يختزل من موجب 7 الى سالب 1 بمقدار كام؟ ما هو الرقم اللي لو اضفته لموجب 7 بيديني سالب 1، بلاحظ ان هو سالب 8. البروم من سالب 1 الى 0، من سالب 1 الى 0 يبقى تأكسد لانه زاد. سالب 1 الى 0 بشوف المقدار اللي هجمعه على سالب 1 يديني 0، الاحظ ان هو موجب 1. طيب يبقى انا حددت دلوقتي الايه؟ الاكسده والاختزال. يلا نضبط المعاملات. يعني ايه؟ نساوي الارقام ده يا شباب، نساوي الارقام ديت، نساويهم ببعض بغض النظر عن الموجب والسالب. التمانية هضربها في 1 والواحد هضربه في 8. تمام. يبقى اي بي ار هضربها في 8 واي كلور هضربها في 1. ممتاز. كل ده عشان ايه؟ عشان نضبط المعاملات. ماشي، نضبط المعاملات. فبالحالة ديت ضربت البي ار في 8 لان هي 8 ايونات، بس هنا ضربت في 4 ليه؟ لان انا اصلا الجزيئه عندي ثنائي الذره، لو ضربت 2 في 4 اصبح عندي 8 ايونات، وهنا 8 ايونات يبقى موزونه. هنا الكلور بضربه في 1 هضربه في 1. طيب ما انتهتش المعادله طبعا. ليه ما انتهتش يا شباب؟ تعال نشوف. انت هتلاحظ هنا في اكسجين، هتلاحظ هنا في اكسجين، وهنا مفيش اكسجين. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ هنا دور طريقة الايونية الكلية، وهي وزن المعادلة في وسط حمضي. بمعنى ان انا بضيف، هنا هنلاحظ الاكسجين في الطرف ده 4O، الطرف الثاني لا يمتلك اكسجين، فبضيف 4H2O، اضيف 4H2O، بمعنى الأربعة دي مضروبة في O يديني إيه؟ يعني المية بتديني 4O. يبقى أنا ضفت 4H2O في الطرف ده، أصبح الهيدروجين فيه خلل 8H، والطرف التاني بضيف 8H موجب، 8H موجب، عشان تكون المعادلة إيه؟ موزونة، تكون المعادلة موزونة. طيب يبقى في الحالة ديت،
نوزن بقى المعادلة كلها بالطريقة الطبيعية العادية بتاعتنا، سي ال سي ال تمام، ذرة ذرة أو أيون أيون. هنا أو فور أو فور أو فور، هنا أربعة أو مظبوط، يبقى فور أو تمام. تمانية بي آر، تمانية بي آر، تمانية اتش، تمانية اتش، يبقى فعلا المعادلة مظبوطة تمام. يبقى طريقة الأيونية الكلية اللي أنا بحسب عدد الأكسد ماشي العناصر غير الأكسجين وغير الهيدروجين، اكتب الملاحظات ديت، اكتبها وانتبه لها تمام. السي ال تحول من موجب 7 إلى سالب 1 بمقدار سالب 8، والبرو متأكسد من سالب 1 إلى 0 بمقدار موجب 1. أضبط المعاملات، أضرب البي آر في 8 والسي ال في 1. لما ضربت البي آر في 8 وهنا حولتها برضه ل 8، لازم وأنت بتحسب بتوزن الذرات، بتوزن الذرات 8 بي آر 2. في الحالة دي بأوزن الأكسجين بإضافة H2O في طرف، H2O في طرف، ثم أوزن الهيدروجين بإضافة H موجب في الطرف المعاكس في نفس اللحظة، هتديني معادلة موزونة تماما. يبقى احنا أخدنا طريقتين، أخدنا طريقتين، أولا الطريقة الأولى طريقة إعادة التأكسد في وزن المعادلة التالية، أنت لما تسمع الشرائح أكتر من مرة هتفهمها أكتر. الطريقة الأيونية الكلية اللي هي في وسط حمضي بإضافة H2O في طرف والهيدروجين في الطرف المعاكس عشان إيه أوزنها تمام. يبقى احنا كده احنا وصلنا ل واجب النهارده، واجب النهارده طبعا احنا ختمنا المحاضره بطريقه عدد الاكسد وطريقه الايونيه الكليه. واجبنا النهارده الكتاب المدرسي صفحه 150 رقم 17 وصفحه 152 رقم 21. اشوفكم على خير واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.